دكتور احنا واخدين العديد من الشهادات الخاصه بالجوده وسلامه التصنيع وخلافه، صح كده؟ وايضا معتمدين في الهيئه القوميه لسلامه الغذاء المصريه. تمام. طيب المشوار كان صعب ولا سهل في الاعتماد؟ هو طبعا في الاعتماد المشوار صعب، بس هو بالتطبيق ان احنا نلتزم باشتراطات الهيئه دي كانت بتسهل لنا ان احنا نبقى وايت ليست. احنا في الاول قبل ما نبقى وايت ليست كنا يعني عملنا الانفراستراكشر والمكان ان هو يكون مطابق للاشتراطات دي، او مطابق بمعنى اصح لتصنيع المكملات الغذائيه. بعد كده التشيك ليست لهيئه سلامه الغذاء او المتطلبات بتاعتها احنا طبقناها من A to Z هنا في المصنع، وبعدين جالنا اوديت اللي هو تفتيش. الحمد لله نجحنا. وبعد كده خلاص احنا مسجلين، بيبقى في تفتيش دوري كل 3 شهور، في زياره معلنه وزياره مفاجاه. لغايه دلوقتي الحمد لله من 11/20/20 احنا لسه مسجلين في هيئه سلامه الغذاء، لسه مستمرين يعني.